السلام عليكم طلاب، اليوم راح نبدأ بياكم بالمحاضرة الثالثة من الدكتور أناتومي. السلايد الأول هذا طلاب يوضح لكم الأسماء مالت السيرفيسز. راح تأخذون إن شاء الله بالرسم وبالنحت، يقول لك انحت لي أو ارسم لي البكل سيرفيس أو كذا سيرفيس أو كذا. راح أجي هسه أعلمكم هاي السيرفيسز شنو. طلاب، السن إذا بنظرنا له من جهة البكل سايد او من جهة الخد او من جهة الشفة ليبيال سايد يسمى بكل، واذا من جهة الشفة يسمى ليبيال، ماشي؟ فيكون هذا السيرفيس او هاي الفيو يسموها بكل سيرفيس، بكل فيو. اذا نظرنا الى هذا السن نفسيته من جهة التانك، زين، راح يكون بهالشكل هذا ويسمى لينجوال سيرفيس. اذا نظرنا للسن من الجهة القريبة على الميدلاين تسمى ميزيال سيرفيس، وإذا نظرنا إلى من الجهة القريبة البعيدة عن الميدلاين يسمى ديستال سيرفيس، إذا نظرنا له من فوق فتسمى أكلوزال سيرفيس. هاي راح تستفادون منها إن شاء الله بالرسم والنحت بهالفترة هاي اللي جايتكم قريبا إن شاء الله. راح تعرفون أنه يجيك بالامتحان مثلا العملي ارسم الميزيال سيرفيس أوف كذا سن، ارسم البكال سيرفيس أوف كذا، زين؟ و يعني تعرفون انتم، راح نعطيكم احنا القياسات وكذا بالعملي، وراح تعرفون يا سيرفس انا اللي اقصده لما اقول ميزيال ويا سيرفس لما اقول ديستال. و زين، راح نجيكم اليوم على مجموعه من الكلمات اللي راح تنذكر عندكم بالايام القادمه بالمحاضرات مالت الدنتال اناتومي وممكن ما تعرفوها. الشيء الاول اللي اريدكم تعرفوه هو فد شيء اسمه سينجولم. سينجولم طلاب، السينجولم هو فد اليفيشن بالتوث ستراكشر، منطقه مرتفعه بالتوث ستراكشر، عاده او لازم تكون موجوده باللينجوال والبليتال سيرفيسز اوف انتيرير تيث. لينجوال اند بليتال سيرفيس اوف انتيرير تيث، منطقه مرتفعه هنا وتكون قريبه من الميد لاين، وهذا هاي المنطقه القريبه من الميد لاين تكون مرتفعه عن بقيه الاجزاء الاخرى ونسميها السينجولم بالباليتال واللينجوال سيرفيس اوف انتيرير تيث. زين، النوع الثاني او الكلمه الثانيه، التعريف الثاني هي كسب. طلاب، الكسب هو منطقه مرتفعه بالاكلوزال سيرفيس اوف بريمولرز اند مولرز بوستيرير تيث، ومرات حتى الانتيرير تيث مثلا الكناين. الكناين نقدر نقول هو بي كسب تيب، هو انتيرير توث بس بي كسب تيب. فالكسب هو هذا الكسب، المنطقة المرتفعة بروز من الأكلوزال سيرفيس ويسمى كسب. زين، تيوبركل شنو معناها؟ تيوبركل هي فد كمية إضافية من الإنامول متكونة بشكل غير طبيعي. طبعا هاي الكسب والفوسة والسينجولم وذني ذني معظمهم أشياء أو أناتوميكال لاند ماركس طبيعية موجودة بكل الأسنان، لكن التيوبركل هي اكسترا فورميشن اوف توث ستراكشر وهي اب نورمال، يعني فد شيء مو طبيعي، يتكون كميه اضافيه من الانامول والدنتين وتطلع لنا على شكل بروز بهالشكل هذا وتسمى تيوبركل. زين، نجي على مصطلح اخر اسمه الرج. طلاب، الرج هي منطقه مرتفعه ايضا وتكون عاده يعني مو مرتفعه بشكل دائري او كذا مثل السينجولوم، لا، تكون مرتفعه طولانيه وتمتد باتجاهات يعني من يعني مو تكون مكان مرتفع بهالشكل، وانما مكان مرتفع على شكل حافه، على شكل شلون اقول لكم، هي ريدج يعني حافه او كتف يعني بارز. فمن ضمن هاي الريدجز اكو هواي انواع، واحده منهم اسمها المارجنال ريدج، من اسمها مارجنال يعني موجوده بالحافه، فاذا هي الارتفاع او البروز اللي موجود بحافه السيرفس، هاي المارجنال ريج مالت اللينجوال او البليتال سيرفس مالت الكناين. مارجنال ريج هاي وهاي مارجنال ريج، هذني يكونن هنا همين عندنا هاي مارجنال ريج وهاي مارجنال ريج وهذا السينجولم. زين، وهذه هي مناطق مرتفعه تكون موجوده باللينجوال سيرفس اوف مثلا بوست انتيرير تيث. نفس الشيء المارجنال ريج ايضا موجوده بالبوستيرير تيث. طلاب، شوفوا هنا تكون بالميزيال، ميزيال
وديستال سيرفيس، هسه هاي ميزيال مارجنال ريدج وهاي ديستال مارجنال ريدج وهاي ميزيال مارجنال ريدج وهاي ديستال مارجنال ريدج وهاي كذلك ميزيال ديستال ميزيال ديستال. فهي منطقة مرتفعة تكون موجودة بالحافة مالت السيرفيس ونسميها مارجنال ريدج. نوع ثاني نسميه ترانسفيرس ريدج. طلاب الترانسفيرس ريدج عادة تكون موجودة بالبريمولرز وتكون ممتدة من البكال كسب إلى البليتال أو اللينجوال كسب، وتكون منطقة هنا يعني نازلة من الكسب فد إليفيشن ونازل من الكسب إليفيشن ثاني ويلتقون بالسنتر أوف ذا توث، نسميها ترانسفيرس ريدج. مصطلح آخر عندنا اسمه الأوبليك ريدج. طلاب الأوبليك ريدج هي فد إليفيشن يمتد من الميزيو بليتال كسب الى الديستو بكال كسب بالابر مولرز ابر بوستيرير مولرز، هذه نسميها اوبليك ريدج. الاوبليك ريدج طلاب حصرا موجوده بالابر مولرز بالابر فيرست مولر وبالماكسيلري سكند مولر، طبعا وبالماكسيلري فيرست مولر تكون مور بروميننت يعني واضحه اكثر، تمتد لنا من الميزيو بليتال كسب الى الديستوباكال كسب. طلاب هاي ممكن تجيكم سؤال ويقول لك اوبليك ريدج اكستندز فروم كذا فراغ، طبعا تقول لي من الميزيو بليتال كسب الى الديستوباكال كسب، ومثلا يجيك سؤال اخر يقول لك الاوبليك ريدج موجوده في الاسنان فراغ، وهي منو هي الماكسيلري فيرست اند سكند مولرز، ماكسيلري فيرست اند سكند مولرز. يجيك سؤال ممكن اخر يقول لك the oblique ridge in maxillary first molar is more frog than in second molar. شنو معناها؟ more prominent واضحة أكثر. زين هسه هاي الoblique ridge. أكو مصطلح آخر اسمه triangular ridge. طلاب كل كسب بي triangular ridge بي ممتدات من عنده إلى أسفل الجروف. هسه مو عندنا هذا كسب هذا وهذا جروف جوه. الكسب هو عبارة عن منطقة مرتفعة مثل الجبل، والجروف هو منطقة منخفضة مثل الوادي. من الجبل هذا الكسب تيب إلى الوادي ينزل لنا على شكل تراينجلز، فهذا تراينجل وهذا تراينجل وهذا إذا تشوفون هم تراينجل، هنا ممكن يصير هنا صاير لكم تراينجل هنا تراينجل. زين أشكالهن يعني مختلفة وأحجامهن مختلفة، بس هن كلهن نقدر نسويهن على شكل تراينجلز وتسمى تراينجولر ريدج. اذا التراينجولر ريدج هي تنزل لنا من الكسب تيب باتجاه الجروف. زين مصطلح اخر اسمه لينجوال فوسا. طلاب الفوسا هي مصطلح يدل على منخفض، منطقه منخفضه بالسن، وخلينا نقول مثل ما نقول السينجولم هو منطقه مرتفعه مثل الجبل، فانه الفوسة هي منطقة منخفضة وتكون مثل السهل او البحيرة اللي تقع تحت الجبل. فاذا الفوسة تكون هي منطقة منخفضة ومن اسمها لينجوال، اذا هي موجودة باللينجوال سيرفيس اوف منو هذني انتيريور تيث، اذا هي ادبرشن فاوند ان ذا لينجوال سيرفيس اوف انتيريور تيث، وهي تكون قريبة على السنجولم ومحاطة بالمارجنال ريدج منها ومارجنال ريدج منها وبالنص فوسة. زين مصطلح اخر اسمه سنترال فوسا. بالانتيرير تيث اكو لينجوال فوسا، بالبوستيرير تيث اكو سنترال فوسا، هي منطقه منخفضه تكون موجوده بالسنتر اوف اوكلوزال سيرفيس، تجي الى جروفات هواي وتكون محيطه بمجموعه من الكاسبس، هذا كاسب هذا كاسب هذا كاسب هذا كاسب وهاي جروفات جايته. زين وتكون هاي المنطقه منخفضه مثل ما تشوفون هنا بالصوره الثانيه، هاي المنطقة المنخفضة بالنص يسموها سنترال فوسا. زين اكو مناطق اخرى هم تكون منخفضة وهمين تكون تسمى فوسا وشكلها يكون تراينجولر، مثل هسه هاي المنطقة بالديستال سيرفيس وهاي المنطقة بالميزيال سيرفيس، ولذلك اسمها العفو ميزيال تراينجولر فوسا وديستال تراينجولر فوسا، وهذه ديستال مارجنال ريدج وهذه ميزيال مارجنال ريدج، واضحة؟ هذا جروف وهذا جروف وهاي سنترال فوسا. يعني هسه بهذا الرسم اقدر اقول لكم هواي شغلات، هذا كاسب هاي سنترال فوسا
هذه ديستال تراينجولار فسه وميزيال تراينجولار فسه، هذه ميزيال تراينجولار ريدج وميزيال مارجنال ريدج وهذه ديستال مارجنال ريدج، زين، وهذه عندنا تراينجولار ريدج هنا اللي هي موجوده من الكاسب وتنزل لي جوا. زين، اذا اجينا نريد نعرف لكم الديفلوبمنتال جروف اند سبلمنتال جروف. طلاب، الجروف هو في الدبرشن، يعني منطقه منخفضه على شكل خندق او على شكل مثل النهر، يكون موجود بالاكلوزال سيرفيس والباليتال سيرفيس، الاكلوزال سيرفيس اوف مولرز اند بري مولرز، و سم تايمز بالباليتال سيرفيس اوف انتيريرز. بس خلينا نحكي هسه على المولرز، هي او البري مولرز بوستيرير تيث. اذا هو فد ديبرشن موجود بالاكلوزال سيرفيس اوف بري مولرز اند مولرز، وهنا انا ملونكم اياه بالخط الاحمر، يكون كلش واضح كلش برومننت وما يقبل غلط ابدا، زين، ويسمى ديفلوبمنتال جروف. اكو مجموعه من الجروفز تكون موجوده تجي من الجوانب الاخرى مالته، زين، هذه تكون اقل برومننت، يعني وضوحها اقل، الديبث مالتها اقل، الديتيلز مالتها اقل، زين، وحتى حجمها وطولها كلها اقل، وتسمى سبلمنتال جروف. زين، سبلمنتال جروفز. طلاب، اقدر اشبه لكم اياها بشكل اخر، بانه الديفلوبمنتال جروف نقدر نشبهه كانه نهر، نهر دجله، نهر الفرات، والسبلمنتال جروفز هي الروافد اللي تصب بيه، زين، فنهر دجله يكون او نهر الفرات يكون واضحات جدا وكبيرات جدا مقارنه بالروافد الصغيره اللي تصب بيه. اذا هذا هو ديفلوبمنتال جروف اللي هو النهر، والسبلمنتال جروفز اللي هي الروافد اللي تصب بيه. زين، اكو نقطه اخرى وهي البيت. مثل ما حكينا بالماضي انه يعني بالمحاضرات السابقه بانه الاوكلوزال سيرفيس اوف بري مولرز اند مولرز بي جروفز وبي كاسبس وبي مارجنال ريدج، وبنفس الوقت بيفد نقاط اللي هي تمثل التقاء اكثر من جروف نسميها احنا بيت، اوكلوزال بيتس، اوكلوزال بيتس. مرات تكون موجوده بالباكل سيرفيس يسموها باكل بيت، مرات باللينجوال سيرفيس يسموها لينجوال بيت، بس هسه احنا نركز اكثر على الاوكلوزال بيتس. شوفوها طلاب، هاي هي المنطقه اللي ملتقي بها اكثر من جروف، تصير لنا على شكل بيت، زين، شوفوها، فهذه تكون موجوده عاده ب يعني بالقعر او في سنتر الفوسه. هنا عندنا فوسه سنتر مالتها بيت، هنا عندنا فوسه سنتر بيت، هنا سنترال فوسه اذا شفتوها بالسلايد الماضي هنا اكو بيت، هنا ميزال فوسة بيت، ديستال فوسة بيت، وهكذا، زين، فهي ديبرشن وتمثل نقطة التقاء أكثر من جروف، وتكون عادة موجودة في فوسة بالسنتر مالت الفوسة. نجي على فد مصطلح يسمى ماميلونز. طلاب، الماميلونز هنا فد ديبرشن موجود بالليبيال سيرفيس اوف هذا الديبرشن، شوفون ذن الاثنين لا ماميلونز تكون ديبرشنز موجودة بالليبيال سيرفيس اوف انتيرير تيث، وتكون اكثر بروميننت عند الولاده لما يكون الطفل صغير بالعمر والسن استوى طالع، يكون ذن الماميلونز بروميننت. بعدين وذ ايجنج، يعني لما يكبر الانسان شويه يخفن والى ان يختفن في بعض الاحيان، في كثير من الاحيان يختفن طبعا. فهذا الدبرشن اللي موجود بالليبيال سيرفيس، هذا واحد وهذا واحد، شويه لونهم داركر هنا، هذه يسموها ماميلونز. المناطق المجاوره المرتفعه تسمى لوبس، مناطق المجاورة والمرتفعة تسمى لوبس، زين، همينة موجودة بالانتيرير سيرفيس اوف بالليبيال سيرفيس، سوري، اوف انتيرير تيث، ليبيال سيرفيس اوف انتيرير تيث. وشكرا طلاب.